سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة التجميد على تطبيق كومسياج. قوموا بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، سوف نضغطوا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على سياج خاص بكم، سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نضغط على الموافقة، سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم استفادةً على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم سياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. نراكم في فيديو القادم إن شاء الله.